يمكن أن نقول اختصارا أن ضيف حتى وقت قريب كانت ضيف غير مرغوب فيه. مثلا في التدريس هناك مناطق في العالم العربي لا تدرس فلسفة، وحتى وهناك مناطق لا تدرسها في التعليم الثانوي وتدرسها في العالي تحت أسماء أخرى يعني ليست مباشرة، إما علم اجتماع أو تنمية أو عبارات غامضة شوية. وهناك طبعا بعض الدول العربية خصوصا التي كانت مستعمرة استعمارا فرنسيا قررت الفلسفة في منذ الثانوي إلى العالي. كان في مقال في مقدمة لعبد الله العروي في ترجمته هو للإيديولوجيا العربية المعاصرة، لأن كما هو معروف أعاد الترجمة التي كانت وقدم لها في تقديم أساس، وفي هذا التقديم يشير إلى فكرة أساسية وملاحظة مهمة جدا تتعلق بالدور الذي لعبه الأدب في مصر بجوار الفلسفة، ويعطي أمثلة مثلا الدور الذي لعبه طه حسين والدور الذي لعبه عبد الرحمن بدوي، ويقارن بين الدورين ليستنتج في النهاية استنتاج أساس، وهو أن التأثير طه حسين في السوق الثقافية المصرية آنئذ كان أقوى بكثير، وحضوره كان أقوى بكثير من حضور بدوي. فهذا يعني كأن الفكر الفلسفي كان محتاج إلى ممرات منعرجة إلى منعرجات كي يمر بالفعل وكي يصل إلى القارئ وإلى النقد العمومي، يعني أن يصبح موضع نقد وتبادل آراء وأخذ ورد. مثال بسيط مثلا فيما يتعلق بديكارت، ديكارت الذي يسمى أبا الفلسفة الحديثة، معروف الأعمال التي قام بها عثمان أمين ترجمة وتأليفا، والتوظيف الذي وظف به طه حسين ما سماه هو المنهج الديكارتي. هذا التوظيف في 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 قراءة الأدب الجاهلي كان عرف بديكارت أكثر مما عرفه به الدرس الفلسفي. لذلك أنا رأيي وقد لا يقبله الجميع هو أنه لا داعي لأن نلح على إدخال الفلسفة رسميا إلى الثقافة العربية، أو على الأقل ليس مهما أن ندخل هذا الدخول الرسمي، المهم هو أن تتسرب عبر الدراسات الأدبية والمناهج التاريخية، وخصوصا وهذه هي نقطة أساسية أن الفلسفة المعاصرة في الفكر الأوروبي أصبحت تعيش في الهامش أيضا، يعني مثلا كبار المفكرين الذين عاشوا القرن العشرين مثلا فوكو ميشيل فوكو أو غاستون باشلار أو رولان بارت أو هؤلاء جاءوا إلى الفلسفة من خارج الفلسفة، ولكن تأثيرهم في الفكر الفلسفي كان أقوى بكثير. مثلا وهم يرفضون حتى أن يسموا فلاسفة، مثلا فوكو يعتبر نفسه مؤرخ، ولكن ما أظن أن مفكرا فرنسيا كان بنفس التأثير الذي كان به ميشيل فوكو. أيضا فيما يتعلق بالأدب، المفاهيم أو خلخلة المفاهيم التي قام بها رولان بارت في دراسته الأدبية وفي دروسه في الكوليج دو فرانس، التي كانت أساسا تتعلق بالسيميولوجيا الأدبية، ولكن الخلخلة الفكرية التي قام بها
بارت كان لها تأثير قوي، وخصوصا في إعطاء مفهوم جديد للأدب ومفهوم جديد للفلسفة، وزواج جديد من نوع آخر بين الفلسفة والأدب. إذن خلاصة هذا مثال الغربي اللي أعطيت، قد يمكن أن نستنتج منه أن لأساس ما هو أساسي ليس أن نقرر الفلسفة كمقرر دراسي كمعرفة، المهم هو أن يتفلسف الأدب وأن يتفلسف التاريخ وأن يتفلسف العلم إلى آخره، يعني أن تدخل الفلسفة حتى من النوافذ، ولكن تدخل، لأن ما كان يتم مع الأسف حتى في البلدان التي كان فيها الدرس الفلسفي قائما في الثانوي أو في الجامعة، أن ما كان يبنيه أستاذ الفلسفة يهدمه أستاذ الأدب، يعني أستاذ الأدب يدخل للدرس بمناهج قديمة ويطلب من تلاميذ ببيداغوجيا قديمة، يطلب منهم حفظ الدرس وحفظ الأشعار، ولكن المقاربات الجديدة في الأدب أنعشت الأدب وسمحت للفلسفة بأن تعمل عملها، لأن الفلسفة ليست معرفة. الفلسفة في عبارة مشهورة لكانت يقول لا ينبغي أن نتعلم الفلسفة وإنما أن نتعلم كيف نتفلسف، يعني الفلسفة في النهاية هي ممارسة للسؤال، مش استظهار لمعلومات وحفظ لنصوص وترداد لنص قال فلان وقال فلان إلى آخره، يعني هذا الكم المعرفي اليوم خصوصا مع في عصر الانترنت أصبح متوفرا للجميع، ولكن إعمال الفكر في النص هو المهم، يعني الذي قد يصبح بتعبيرات معاصرة تفكيكا للنص إلى آخره، ربما سنتكلم عن هذا فيما بعد. أنا أهتم بالترجمة لأسباب متعددة. أولاً ترجمة ولي كتابان في الموضوع، أحدهما اسمه في الترجمة والآخر اسمه ضيافة الغريب. أهتم بها أولاً كوسيلة انفتاح بلغة ميشيل سير كجسر يربط بين اللغات وبين الثقافات إلى وأهتم بها أيضا لأن وضعها في العالم العربي يطرح مشكل، ولا بأس أن أفصل في هذه النقطة كيف يتم العمل ترجمة في العالم العربي الآن في 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 منابر في بيوت حكمة إن شئت، في إمارات، في لبنان، في مصر، في تونس. بيوت حكمة يعني تحويل مسألة الترجمة إلى مؤسسة مسؤولة، وهذه المؤسسة تضع كتب، قائمة كتب تسميها أمهات الفكر الغربي، ولا تتساءل هل تلك الأمهات متداولة في العالم العربي، هل هي مطلوبة، هل يمكن أن تتلقى تلقيا معرفيا، لا لأن ليست مهمة هذه مهمة الأستاذ الجامعي والمدرس الثانوي، هي تعتبر أنها أمهات، مثلا كتاب ديكارت، تأملات، أو يعني التي عملت في الفكر الغربي كتأسيس للفكر الفلسفي، مثلا جمهورية أفلاطون أو كتاب يوسير الكريسيس أو كتاب هايدغر الوجود والزمان إلى آخره، هذه اعتبرت أمهات في الفكر الغربي، وبالتالي منطقيا لو أردنا أن نشيع الفكر الفلسفي في العالم العربي علينا ترجمة هذه. ما تم هو الآتي، أنه ترجمت كتب ضخمة مهمة في حد ذاتها، ولكنها ظلت يعني
لم تغزو السوق المعرفية. لا أقول السوق يعني قد تشترى تلك الكتب وتباع ولكن لا توظف. لماذا لا توظف؟ لأن السوق المعرفية فلسفيا، أخذ مثال فلسفة وقد أخذ مثال الأدب، سأعطيك مثال في الأدب. السوق المعرفية فلسفيا لا تطلب، ليست في مستوى النضج الفكري لكي توظف هذه الكتب وتنتقدها أو تأخذ منها أو تأخذ عليها بعض الملاحظات إلى آخره. لذلك نلاحظ أن أهم ترجم ظل حبيس المكتبات. لماذا؟ لأنه لم ينبع من المختبرات الحقيقية للترجمة. المختبر الحقيقي للترجمة هو الجامعة، يعني هو أقسام الدراسة، يواجه التلميذ كما يواجه الأستاذ مشكل المصطلح، مشكل أهمية النص. ثم تحدد أمهات الكتب في العالم العربي، لأن الأمهات ليس مفهوم كلي، يعني ما يشكل أمهات بالنسبة للثقافة العربية مثلا رسالة الشافعي لا تشكل أمهات كتب في الفكر الغربي أو الفكر الصيني إلى كذلك. نفس الشيء بالعكس، قد كتاب أغسطين ربما مدينة الله ربما يكون أهم من هيسر الذي لا يدرس في العالم العربي تقريبا، لا يدرس عندنا في المغرب، ليس هناك درس جامعي خاص بهيسر. فهذا مفهوم الأمهات مفهوم كيف يقول الفرنساويين فلو، مفهوم عائم، وبالتالي عدم تحديده. ربما يكون الأمر أوضح لو أخذنا مثال الأدب. أنا كنت أصدرت من زمان، الآن صدرت الطبعة الرابعة أو الخامسة، مختارات لبارت، رولان بارت، سميته درس السيميولوجيا. هذا الكتاب ليس هناك عند بارت كتاب اسمه درس السيميولوجيا، ولكن ما قمت به هو اختيار نصوص يمكن أن تمر في العالم العربي لبارت، انطلاقا من ملاحظة أساسية، وأن ما كان قد ظهر لبارت يحيل إلى من ترجمات عربية، يحيل إلى نصوص أدبية لا وجود لها في اللغة العربية، مثلا كتب بالزاك أو كتب فلوبير إلى آخره. فالمحال إليه غائب، والنقد هذا المحال إليه هو الذي كان يترجم، مثلا النقد والحقيقة أو إس زيد أو ما ترجم لبارت. فاللي كان صعب هو أن تختار من كتابات بارت ما يمكن أن يمر في لغة لا تعرف تراث الأدبي الفرنسي، لم تعرفه بعد. ما أظن أن بالزاك ترجم في العالم العربي أو حتى فلوبير لم يترجم. إذن هذه وضعية صعبة، لأنه لا تصدر عن المؤسسات الحقيقية المسؤولة عن الترجمة والراغبة في الترجمة، اللي هو الدرس الجامعي أقسام الثانوي النهائية. حينئذ يواجه الطالب والأستاذ صعوبة في نقل النص إلى العربية وينحتون المصطلح. هذه النقطة، أن مخبر مختبر لابوراتواري مختبر الترجمة هو الدرس الجامعي والأقسام الثانوي وليست بيوت الحكمة في العالم المعاصر. قد كان الأمر فيما سبق ولكن الثقافة كانت في بيوت الحكمة، أما اليوم الثقافة تعطى وتنهل كما يقولوا في الجامعة مش في المساجد. إذن المختبرات الحقيقية أين يواجه الأستاذ وأين يواجه الطالب صعوبة نقل الدرس، أهمية نقله إلى اللغة العربية إلى آخره في الأقصى. لذلك هذه وضعية الترجمة في العالم العربي أيضا
تطرح أسئلة، تطرح أسئلة. لدي أنا في اختياراتي كل ما ترجمته هو عبارة عن يعني انتقاء نصوص يمكن أن تمر في العالم. لذلك كتب التي ترجمتها عن الفرنسية ما عدا طبعا كتب كيليتو هي 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 أنا الذي أعطيتها العنوان وأنا الذي اخترت لها الفصول من كتابات. هنا يصبح المترجم باحث، مش يجيء للكتاب وينزل عليه من ألفه إلى يائه دون محاسبة. بالعكس، هنا مطلوب منك أن تتفحص ما إذا كان الكتاب ممكن أن يمر في السوق المعرفية، مش السوق التجارية، أن يمر في السوق المعرفية العربية. لذلك مسألة الترجمة مسألة خطيرة، مش وهذه نلاحظها عند في ثقافتنا العربية القديمة. لم يترجموا كل شيء في البداية، يعني ولم بعض الأشياء لم يترجموها إطلاقا. لم يترجموا هوميروس، لم يترجموا الأدب الإغريقي، لأن الأدب هو هم كما يقول جاحظ، يعني الأدب هو اللغة العربية. فنحن أدابنا غير محتاجة لأن تتغدى بهوميروس، هكذا كانوا يتصورون. ولكن كانوا يعرفون أن الحكمة الإغريقية غير موجودة عندهم، لذلك لم يترجموا هوميروس. وحتى إن ترجموه أو يزيود بالخصوص فهم الأسطورة الإغريقية والأهليها الإغريقية، هذه أمور لم تكن لتدخل العالم الإسلامي بسهولة، يعني التعدد وأن الآلهة تتخاصم وتغضب وإلى آخره. هذه المعاملة مع العالم الفوق طبيعي سور ناتوريل مع الخوارق لم تكن مستصغرة. لذلك لم يترجموا الأدب، يمكنوا يعرفون ما هو مطلوب. وحتى عندما ترجموا انتقوا، مثلا هناك محاورات لأفلاطون لم يترجموها، لم تكن ثقافتهم تتلهف إليها. مثلا محاورات الأخيرة لأفلاطون، محاورة بارمينيد، محاورة سفسطائي، إلى ترجموا الجمهورية وترجموا بعض النصوص السياسية لأفلاطون وكذلك لأرسطو، وترجموا المنطق لأرسطو، جزء من المنطق ما لم يترجموا، لأن المنطق لأرسطو هو عبارة عن فصول مشتتة شوية. لأن كتب أرسطو لم يؤلفها صاحبها، أنه صنفت بعد موته، فقيل هذه كتاب ميتافيزيقا وهذا فقط، للتدليل على أن حتى في ثقافتنا العربية التقليدية لم تكن الترجمة تقرر رسميا، كانت نابعة من حاجة معرفية. وربما الآن نحن نحتاج إلى الميزان، يعني نترجم ما يمكن أن يمر، ما يمكن للغة أن تهضمه، حيث اللغة عندها حياة. يعني مثلا أنا ألاحظ مثلا ديريدا صعب جدا أن يستصاغ، لأنه في العالم العربي كنص بعض الفقرات لا يمر. اللغة ليست في مستوى، لأن يجب أن ترجمة تمرن اللغة، تربيها وتغذيها. في واحد ألماني يقول لك النص المترجم هو لسيرفي، يعني هو استمرار النص في الحياة. فعندما تترجمه تعطيه حياة جديدة. ما كل نص ممكن الآن أن يدخل في الثقافة العربية بسهولة، مش لحواجز إيديولوجية أو دينية، لا، لفقر اللغة، الفقر المعجمي، فقر المصطلحي إلى آخره. يعني ليس لدينا فلسفيا ما يمكن أن نقول به الآن جميع النصوص. ترجمة عملية صعبة وتقتضي أجيال، لأن نحت للغة،
نحت لي لغة جديدة. يعني أنا فرحت كثيرا للتفتح الذي لاحظته عندكم في المنصة وربما في المملكة بصفة عامة، يعني إحساس بأن بضرورة الانفتاح على فكر، مش لا أقول انتقادي لأن الكلمة مستهلكة، فكر يعتمد السؤال، وبالتالي ربما هذا هو التعريف الحقيقي للفلسفة، هو قدرة على إثارة الأسئلة، وأنا أفصلها بشيء من التوسيع المجازي، هو السؤال هو ما يقحم شيء من الفراغ فيما يعطى ممتلئا. يعني لو سلمنا بأن الفكر الوثوقي هو فكر يعشق الانغلاق والحقيقة الواحدة ولا يفتح حقائقه على حقائق مغايرة، لا ينفتح على الاختلاف، تصبح إثارة السؤال هو إقحام هذا الفراغ في 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 فيما يعطى يعني منغلقا ممتلئا. إن طبيعة الفكر الدوغماتي الوثوقي هو أنه فكر الوحدة، يعني لا يقبل الآخر، وفكر منغلق لا ينفتح على الآخر، وفكر يعني إن أردنا أن نستعمل المجاز يتعلق بالحياة، يعني لا يحب هذا الموت المتباطئ. الفكر التساؤلي هو العكس، هو إقحام الاختلاف، إلا أن هذا الانفتاح أيضا هو صعب. أنت شايف جميع ما قلته هذا الصباح أنني أصعب الأمور، وربما هذه وظيفة الفلسفة، أن الفرنسي اليوم يكثرون الحديث على ما يسمى الفكر المركب، لا بونسي كومبلكس. كومبلكس يعني ضد سامبلكس، ضد الفكر المبسط، لأن الفكر التبسيطي هو فكر الوحدة، يبغي يرجع الأمور إلى وحدات، إلى وحدة في الحقيقة. الفكر المركب هو يقول لك أن الأمور ربما فيها أطراف متعددة، لذلك الفكر النقدي هو فكر تعددي أصلا، أنه مدى منفتح فهو تعددي. هذه تفكرني لما كنت صغير السن، كنت أقرأ لواحد كان اسمه ديل كارنيجي، وقتها كان عنده كتاب اسمه داعي القلق وبدأ الحياة، يعني هذا النوع من تفلسف، أن يعني قضايا الحياة هي قضايا من الممكن قضاء عليها فكريا، وأنها ليست لا تتعلق ليس ملتقى بالتاريخ، وليست ولا تعكس وضعية ما، أنها مجرد مشاكل في أقصى الأحوال، مشاكل نفسية ممكن التغلب عليها. يعني يا ريت الأمور كانت هذا في العالم جميل، ولكن ربما الأمور من التشعب، ويعني ما ينبغي في نظري للفلسفة أن تقوم به هو أن لا تخاف هذا التشعب. هذا التشعب حرية، وهذه نلاحظها في الفكر الوثوقي الرائج الآن، الذي يتصلب ويتخشب إلى حد أن يصبح قوة مادية، وقوة مادية عنيفة. هذا هو الذي نواجهه اليوم. فإن اقتصرنا على الفلسفة كطرف فكري، ربما يعني يجي مغامرة. الفكر مغامرة، هناك كتاب اسمه مغامرة الفكر، الفكر مغامرة لرولان بارت، عبارة أرددها كثيرا في كتاباتي، هو أن البداهة عنف. البداهة عنف، يعني الحقيقة الواحدة، الحقيقة التي تأتيك ولا تحفر وتنبش
تحفر لها يعني. بالمعنى اليوم الكلمة رائجة في الفكر المعاصر من فوكو الأركيولوجي، يعني أن الفكر هو حفر وتقصي وتفكيك وهدم وتقويض. هايدغر يقول تقويض، ديريدا يقول تفكيك، نيتشي يقول هدم الأوتان. هاد البحث أو التقصي هو مغامرة شجاعة وتتحرر من البداهة كقوة متسلطة وكعنف مادي. يعني النقطة الأساسية هي عنف مادي، أن الفكرة المتصلبة تتخشب إلى أن تصبح عنفا، ياريت عنف رمزي، تصبح عنفا ماديا ضد المتلقي وضد صاحبها. وهذه اللي نلاحظ انتحارات، أنه تصبح الفكرة مضادة للحياة.